قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. أجابه يسوع: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب، كما جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح 13 والآية 8. لماذا غسل الرب يسوع أرجل التلاميذ؟ أولاً لكي يعلمنا التواضع، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً، كما جاء في إنجيل متى الإصحاح 20 والآية 26. ثانياً لكي يعلمنا المحبة. ثالثاً لكي يعلمنا القداسة، لأن الأرجل هي التي تقود الإنسان إلى مكان النور أو مكان الظلمة أي الخطية. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، كما جاء في المزمور 119 والآية 105. رابعاً لكي يعلمنا التسامح. غسل أرجل يهوذا الإسخريوطي وهو يعلم أنه سيخونه. غسل أرجل بطرس وهو يعلم أنه سيلعن وسينكره. غسل أرجل التلاميذ ليطهر سلوكهم ليسيروا بالطريق الصحيح، وهو يعلم أنهم سيضلوا في وقت من الأوقات. يا رب، أريد أن يكون لي نصيب معك. اغسل رجلي يا رب، وطهر سلوكي وطريقي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي. طهرني. آمين.